نرجع لكم حال موعدكم مع بالانس ورندا فهد. اليوم بدها تتناول موضوع بهم الكل عن الضغط العالي الايبر تنسيون. مزبوط. ضغط بيعانوا منه كذا كذا شخص بعرفه انا، يعني شوفوا بالعالم قد ايه 100% كثير شائع، ودائما بنعرف شو بدنا نعمل بس اوقات نهمل حالنا. مزبوط. ولكن ما لازم ابدا. اكزاكتلي. هلا قبل ما بلش خبريتي بس تعقيبا على اللي قلتي، هيك في ارقام مهضومه قدامي منها انه عم نحكي بس بامريكا حالات النساء اللي عندهم مشكلة ضغط المرتفع وصلت لل 200,000 اللي هي بتأدي للوفاة، بينما حالات كانسر البريست أما سرطان الثاني هو 42,000. فشوفي كيف الضغط المرتفع عدده كتير أكبر وعم يأدي للوفاة. فإذا منا لعبة، ليش قلت على النساء؟ لأنه أوقات النساء بفكروا أنه هاي شغلة بس للرجال، كمان شغلة كتير مهمة. ولكن خليني بس صح أنه بس للرجال عندهم تو أكثر من النساء من الضغط؟ طبعا طبعا، وهذا بيعود لعوامل كتير بختلف فيها، هلا بنرجع نحكي عنها. بس خلينا شوي نحكي عن خبريتي اليوم. على السريع خبريتي اليوم هي عن الانرجي درينكس. عم حاول بهاليومين فرجي كيف الاندستري اما المحلات اللي بتصنع هن عم يحاولوا دائما يلاقوا اشياء اللي هي بوزيتيف اما اشياء ايجابيه ليكونوا عم يكملوا تصنيع وليكونوا عم يكملوا يبيعوا. فنحن بنعرف بالانرجي درينك هو اكبر مشكله فيه هو وجود الكافيين، واوقات وجودها بكثره كثير كبيره. فاذا هون هيدا الخطوره، ومشان هيك الانرجي درينكس دائما مكتوب عليهم ممنوع تاخذهم مرأة حامل، ممنوع ياخذهم الاولاد، هيدا او اللي عندهم مشاكل حساسيه على الكافيين. هلا بقلب الانرجي درينك في كافيين، في تورين، في الكارنيتين، بيبقى حسب نوع الانرجي درينكس، ولكن كمان بيحتوي كثير كثير على سكر. هلا طيب صرنا بنعرف انه في اشياء ضاره وفي اشياء العالم عم تبتعد عنها، فشو عم تحاول الاندستري تعمل هلا؟ من احد الاشياء اللي عم تعملها عم تحاول تغير السكر اللي موجود فيه، يمكن يكون موجود الهاي فركتوز كورن سيروب اللي هو السكر الرخيص اللي بيستعمل كثير بالدرينكس، عم يحولوه للاجاف، اما عم يحولوه للقصب المص عصيره اللي هو طبيعي اكثر، فهم بيقولوا انه عندنا سكر طبيعي. كمان يمكن في منه في محلي اصطناعي سكرالوز عم يحولوه لستيفيا حتى يقولوا انه هيدا كمان طبيعي. صار احسن. هلا شغله ثانيه بنحكي على الكافيين، الكافيين مصدره هو مصدر الكافي اللي هو القهوه اللي هو امتصاصها بالجسم كثير سريع، وهم بالنتيجه لشو عم نعمله هيك؟ عم يعملوا هيك حتى بنعرف نحن بيعطي طاقه الكافيين، والاشياء اللي موجوده بالانرجي درينكس هي محطوطه لتعطي طاقه وتبوش بيشربوا منهم بس يسهروا رندا تيقدروا يداينوا بالسهر، وبنعرف نحن خطورته وقتها نشربه ونحن عم نشرب الكحول، وهيدي بعتقد صار كل العالم تعرف فيها، يعني كتير كتير خطرة. هلا من الاشياء الثانيه اللي تغيرت انه صاروا يقولوا انه في عندنا كثير من الانرجي درينكس، بدل ما نحط لها القهوه خلينا نحط كافيين من مصدر ثاني اللي هو اليربا ماتي المتي اما الجرين تي، لانه هون فيهم فلافونويدز، هون فيهم الياف، فاذا امتصاص الكافيين عم يكون على مهله اكثر وبيكون فيها موانع تاكسد. هلا بالنتيجه هيدا اللي بدنا نقراه بالمستقبل على الانرجي درينكس، وعم نشوف انه رح يضلوا بالسوق، بس بالنتيجه هل هيدا عمل الانرجي درينك صحي؟ والجواب هو لا، يعني بعد المواد الموجوده بالانرجي درينكس كلها مضره. قديش مضره، قديش الكافيين العالي اللي هو معقول يقتل اشخاص وقتها عم ياخذوه بكثره كل نهار، لانه ما هو بترجعي بتحسي انه بدك بعد شوي الطاقه بترجع للقلب وكل شيء 100%. فاذا هون الاشخاص اللي عم يعملوا رياضه اللي هن كمان ممنوع يشربوا، فهل تغيير هيدا ما هو لازم اللي بدي اقوله يكون عم يعملنا اتراكشن؟ وهن بيفكروا انه ما فيه الكول سو مسموح مثل كل الدرينكات يعني. مزبوط. والاهل كمان بيفكروا انه ما في الكول سو الاولاد كمان مش الاولاد انه حتى التينيجرز فيهم يشربوا. اكثر شيء اللي بيتاخذ هو بيتاخذ بين اعمار احصائيا 12 سنه وال 25 يعني. فاذا هون واخطر شيء فيه هو كميه الكافيين اللي فيها توصل ل 500 ملي جرام، واذا واحد شرب ثلاثه واربعه بيكون عم يتناول كثير كميه عاليه بالكافيين. هالكميه العاليه طبعا هي اللي عم تاثر على القلب، معه دقه قلب. مزبوط. وخصوصا برجع بقول غير نحكي على الكحول، هو عم يعمل رياضه
الرياضه او بعد مزاوله الرياضه شفنا كذا حاله وفاه من وراء هالشيء. فهون بدنا ننتبه وبدنا نشوف كمان كيف الاندستري عم تشتغل بتغيير الاشياء، ولكن نطلع على شو هو الاساس اللي نحن بدنا اياه، شو هو الاساس اللي بدنا نخاف منه، دائما بدنا نكون دقيقين فيه. رح ناخذ وقفه ونتابع. حسين وقفه. خلصنا خبريتك لليوم، بدنا نفوت بصلب الموضوع. بصلب الموضوع اللي هو موضوع الضغط المرتفع، هذا موضوع ما مثل ما قلنا ما بيخلص وما بينتهي وكثير في اخبار عنه. اول خبرية ستيفاني بدي اقولها هي كلنا بنعرفها، قضية الملح. اللي بدي احكيه انه الملح كمان بالارقام اللي عم نعطيهم بين انه الاولاد اللي بيتناولوا كميه ملح كثير عاليه هن معرضين ليصير معهم ضغط مرتفع دبل كبار. مزبوط، دبل عن الاولاد اللي بياخذوا كميه عاديه. فاذا زياده الملح هي شغله سيئه، زياده الملح حتى على الصغار، حتى للصغار. زيادة الملح بتعمل بلوتينج، بتنفخ بالجسم. زيادة الملح بتعمل ووتر ريتنشن، بتعبي المي بالجسم. زيادة الملح بدي أقول إنه معقول كتير تعمل أمراض ترقق العظم، أمراض الكلى، الكيدني ستونز. صحة صحة رانا. سوري ساخنة هاليومين بس بدي أطلع وكمل حلقاتي. بليز. فهون الملح مشكلة كتير كبيرة. كمية الملح أكتر شيء نحنا بناخدها من وراء كل شيء بنشتري من السوبر ماركت، هو المأكولات المعلبة. صح، حتى بالكورن فليكس أوقات رندا منلاقي كميات، حتى لو هن فيهم سكر فيهم كتير ملح. مزبوط، كمان هذا الملح إنه بيضر. مزبوط، وحتى بهول في ملح بدنا ننتبه انه 65% من الملح اللي بناخده هو من المأكولات. هول عندنا 25% بناخده من المطعم، وقت نروح على المطاعم كمان نتناول الفاست فود وبالمرتديل وبالجامبون، كل هول اللي بنشتريه من السوبر ماركت. وعندنا 10% بناخده من مصادر تانية. ما زال حكيتي على هول، عندي صورة ما بعرف اذا بتبين بالكيف حتى الخبز بيحتوي على الملح. كل هول الكولد كاتس اللي حكيت عنهم، جامبون مرتديل وكل هول والسجق والمقانق فيهم كتير. البيتزايات تحتوي على كتير، حتى الدجاج وخصوصا اذا نحن شايفين انواع من الاجبان كمان، اجبان فيها كتير ملح حتى نحفظها. الساندويتشز اللي بنشتريهم من برا، وكمان مثل ما قلنا كل شيء معلب بيحتوي على كميه كتير كبيره من الملح. فاذا الملح ومريض الضغط شغله كتير سيئه. نحن بالاجمال بدل ما الملح وين ما كان بلا ما ننتبه 100%. يعني بنتناول قصص اوقات بنفكر ما فيهم ملح بيكون فيهم. وبالاجمال عم نتناول تقريبا هون 3400 ملي جرام من الصوديوم، يعني ملعقه من الملح كامله، ملعقه شاي ملح بنهارنا، بينما نحن المطلوب نتناول بس 1500 ملي جرام. فاذا عم نتناول اكزاكتلي تقريبا دبل عن الكميه المطلوبه. هلا في ناس هن حساسين اكثر للملح، يعني بتجي انت معنا ضغط بنقول له وقف الملح. في ناس عندهم حساسيه على الملح الزياده، وقتها يوقفوا الملح بتشوف الضغط كتير وطي. وفي ناس منهم هالقد حساسين هن على الملح، بس فإذا منه توقيف الملح لحاله اللي رح يوطي الضغط لازم ياخدوا دواء. هلا لا، بعدني انا بلا دواء. اوكي. الشغله الثانيه اللي بدي احكيها هي عن تنقيص الوزن. هلا وقت ننقص وزننا كمان هون اللي بينقص بيلعب دور كثير كبير. عندي بالارقام اذا بتنقص 10 كيلو من وزننا بينقص الضغط المرتفع 11.4 مليمتر مركوري، والضغط الثاني 5.5 مليمتر. يعني لحقولا كمان بطريقه اهين، اذا كان نحن ضغطنا 140 على 90 يعني 14 على 9 رح يصير 12.8 على 8.4. حلو. فإذا إنقاذ الوزن من أهم الأسباب اللي هي فيها كمان تحافظ لنا وتوطي لنا ضغطنا، فشغلة كتير مهمة. هلا شغلة تانية كمان، إذا شخص ما عنده وزن زايد بده ينتبه، وقف دخان يشوف بعد جمعتين كيف وطي الضغط، وقف الكحول يشوف بعد جمعتين، وهي بعد 14 يوم ببين عنا. الرياضة قدر يمشي نص ساعة من 5 لـ7 أيام بالأسبوع في شوف قديش الضغط كمان فيكون عم يوطى. فهيدي الأشياء كتير مهمة وما فينا نستلشق فيهم نحن عم نوطي ضغطنا. هلا رندا،
نعم. في ناس بيقولوا عم بياخد الدواء وبياكل شو ما بدي. مزبوط. هيدا الشيء هل صح هل غلط؟ كتار من العالم بيعملوا هيك وبيشوفوا ضغطهم انه ضغطهم واطي فبياكلوا اللي بدهم اياه. بدهم اياه. هلا نحن عندنا مراحل من الضغط المرتفع، وفي عندنا باول مرحله مش ضروري ناخذ ابدا دواء اذا نحن حافظنا على الاكل. نعم. فهون نحن ليش بدنا ناخذ ادويه اذا قادرين ناكل مزبوط ونعمل رياضه وننتبه على صحتنا؟ هلا في ناس مع كل هولي يمكن يضطروا، ستريس كثير قوي كمان يضطروا، ولكن هل هن وقت عم ياخذوا الدواء فيهم ياكلوا كل شيء؟ لا، اذا ضلوا يخبصوا رجعوا ينصحوا اكلوا كثير ملح ضلوا عم يدخنوا اكيد مع الوقت الدواء ما رح يكون عم ينفعهم، يمكن رح يضطروا يزيدوا الدواء، يمكن حتى مع الدواء الضغط رح يرجع يرتفع وهالشيء رح يكون كثير سيء لهم. فهالشيء يمكن ما يصير هلا، يمكن يصير بعد سنه بعد سنتين بعد خمس سنين. فاذا ما هيك لازم لازم ننتبه على حالنا. والضغط الحلو انه وقت انتبه على اكلي والرياضه واللي قلتهم فيني سيطر عليه، في اي كود جو باكوردز يعني وارجع على الطريقه ارجع على الصحه المنيحه. هلا في عندنا دائما ريجيم بنقول له داش دايت، هو دايتري ابروتش تو ستوب هايبرتنشن، يعني كيف نحن فينا من الاكل نكون عم نخفف الضغط المرتفع. منا انه نحن بتناولنا الاكل لازم يكون في شوي زياده للنشويات، ونوع النشويات هون بيكون 55% بدل 50، والتركيز هون على اي نشويات، على الخضره والفواكه والنشا اللي بيجي من الخضره والفواكه. فاذا نحن اذا بنقول نتناول لنقول 2 فواكه بالنهار، لمريض الضغط بقول له تتناول 4 حبوب فواكه. إذا بنقول للشخص العادي كوب ونص من الخضرة كافيتك، للشخص اللي عنده ده مزبوط بدي دوبلهم. فإذا النشويات بده يجوا وبدنا نكون عم ندوبل الخضرة والفواكه، هاي شغلة. شغلة تانية بالنسبة للدهنيات بده يكون عم وطيها تقريبا 2% من الإنسان العادي، والساتوريتد فات الدهن نحن بنعرف إنه مش منيح. نحن بنقول فينا نتناول كإنسان عادي 10% من أكلنا. إنسان اللي معه ضغط لازم ما يعلى على 6%. فإذا هم كمان بده ينتبه له ويخفف الساتوريتد فات. تالت شغلة بنحكي على البروتين، كمان البروتينات بدها تخف، لأنه اللي عنده ضغط مرتفع أنا بخاف وكلنا بنخاف على الكلاوي كمان. صح. مشان هيك هون هو وكثرة البروتينات ما شغلة ما كتير بتكون محبزة. بعد بدي أقول كم شغلة بوقتنا الضيق، بدي أحكي على 3 أشياء. اللي عنده ضغط مرتفع منيح كتير إنه يزيد كمية البوتاسيوم اللي هو بيتناوله والكالسيوم والمغنيسيوم. هلأ تبين إنه زيادة الكالسيوم، وهون أهمية المعه ضغط يكون عم يتناول الحليب والأجبان والألبان، بدنا ننتبه يكونوا بدون فات، لأنه إحنا عم نقول بدنا نخفف الساتوريتد فات. بدنا ننتبه إنه يكونوا قليل ملح، لأنه نحن عم نقول بدنا نخفف الملح هون. والكل اللي بيسألني إنه هل إذا جبنة أنا نقعتها بمي بروح الملح منه؟ والجواب إيه، في يجيب جبنة عادية قليلة الدسم نقعها بمي كمان يكون عم خفف للملح. فإذا زيادة الكالسيوم نتناول 3 حصص بالقليلة من الحليب ومشتقاته، شغلة كتير مهمة. أوكي. طيب زيادة البوتاسيوم من وين بدها تجي؟ لأنه إحنا دايماً لضغط القلب بده يكون في بالانس صوديوم بوتاسيوم. صح. الصوديوم ما بدنا يكون عالي، ونعلي البوتاسيوم بنكون عم نحمي الضغط، نوطي الضغط ونحمي قلبنا. البوتاسيوم بده يجي اكثر شيء من الخضره، واكثر شيء من الموز، من الافوكادو، بيجي من الفواكه، خصوصا الفواكه المجففه، البيتشز، كل انواع هول، البطاطا فيها كثير بوتاسيوم. هول من الاشياء اللي فيها كثير بوتاسيوم. والشيء الثاني اللي العالم اوقات ما بتنتبه له بيحتوي كثير بوتاسيوم هو البقوليات. فاذا الفول والفاصوليا والعدس والحمص، هول اللي بدنا ناخذهم وقت شوي نبتعد عن اللحم الاحمر، بيتناولوا كميه كثير كبيره من البوتاسيوم وكميه كثير كبيره من الألياف، شغلتين حموا القلب ووطوا الضغط. فإذا هول كمان مش بس نحن وقفنا ملح، مش بس نحن ضعفنا، طب ما نحن بدنا نعرف شو عم ناكل كمان. صح. فأكلنا هون هيدا اللي كمان بدي وصله، إنه بده يحتوي هالأشياء.
وهون بين براكت ستيفاني بحب هيك وصل مسج. اوقات اشخاص بيجوا بكون عم نحكي عن هالموضوع بيقولوا لي مثلا ما حكيتي عن البقله، نحن بنعرف البقله من الاشياء اللي للكوليسترول بتوطي الضغط ده. بس ما هي ليش هون؟ لانه عم نحكي نحن على الخضره اللي هي اولا فيها الياف، اللي هي ثانيا فيها البوتاسيوم، فهي منا البقله لحالها هي الوحيده او اذا ما حكينا عنها ما حكينا عن مجموعه من هو الاسواكي اللي نحن عم نحكي عنهم هلا، فحبيت احكي على هيدا الموضوع. بعتقد باختصار قدرت شوي غطي موضوع الضغط. وضحي لنا صح. طبعا، ودائما اللي عنده اسئله نحن دائما موجودين لنتواصل مع الجميع. صح، ثانك يو رندا. نرجع بنشوفك بكره ان الله راد. الله راد. مشاهدينا وقفه ومنتابع اللايف.